معطيك سين وفاء وصاد وعين. أو شيء أنا بقول قبل ما نحل خلينا نحط الرتب. يلا هاي من أي رتبة؟ 2 في 3. سين من رتبة 2 في 3. فاء 2 في 3. أيوة عشان نعرف مين اللي بنقدر نعمل له عمليات جمع وطرح مع بعض. صاد عبارة عن 3 في 2، وهاي 3 في 2 عين. ممتاز. إذا صاد مع أي ممكن ينجمعوا وينطرحوا، لكن سين مع صاد وسين مع فاء ممكن ينجمعوا وينطرحوا، لكن سين مع صاد مش ممكن. يلا سين زائد عين، سين زائد عين غير ممكن، سين زائد صاد غير ممكن لأنه مختلف الرتبة، خلاص انتهى. سالب 4 صاد بده سالب 4 صاد. إيش يعني سالب 4 صاد؟ يعني بدنا نضرب صاد كل مدخل من مدخلاتها بسالب 4. فاثنين في سالب 4 بيطلع سالب 8. 2 في سالب 4 سالب 8. 2 في 0 او سالب 4، انا قاعد بضرب عفوا بالعكس، سالب 4 في 2 سالب 8، سالب 4 في 2 سالب 8، سالب 4 في 0 0، سالب 4 في سالب 6 24، سالب 4 في 3 سالب 12، سالب 4 في 8 سالب 32. اذا هذا جواب اللي هي زين. يلا سين زائد فاء، نعم ممكن جمع سين زائد فاء بسهوله لانه مدخلاتهم او نفس الرتبه عفوا، نجمع 3 مع 0. طبعا واضح انه هاي كلها اصفار، اذا باختصار راح اكتب سين كما هي، لان لما تجمع اي عدد مع 0 اي عدد مع 0 راح يعطيك العدد نفسه. اذا هاي باختصار ممكن اجاوبها هيك واقول انها تساوي سين. طب فاء زائد سين نفس الشيء، راح تعطيك سين بدون ما نعمل تفاصيل. 3 عين، يعني بدنا نضرب العين كل مدخل من مدخلاتها في 3. يلا 3 عين، يلا اضرب 3 في 1 3، 3 في 5 15 هيك، بعدين 3 في 6 18، 3 في 0 0، 3 في 4 12، 3 في 1 3. انتهت. عين ناقص فاء، عين ناقص فاء مش ممكن لانه مختلف الرتبه. 3 عين خلصناها. الان صاد ناقص 2 عين، معناته بالاول بدك تجيب 2 عين، ايوه، وبس تخلص 2 عين بدك تجيب صاد ناقص 2 عين. يلا اول شيء خلينا نجيب 2 عين. يلا هاي 2 عين تساوي، انا قاعد بحل بها، واو، 2 عين او سالب 2 عين، ليش ما نعملها سالب 2 عين ونجمع جمع اسهل. يعني انا بقدر اكتبها هيك، صاد زائد سالب 2 عين، يعني سالب 2 عين اول شيء بحسبها بعدين بجمع لها صاد، اسهل لي. يلا سالب 2 عين ايش راح تيجي معك؟ هاي 2 عين سالب 2 سالب 10، ايوه، سالب 12 بضرب بسالب 2 0، ممتاز، سالب 8 سالب 2، هاي سالب 2 عين. هاي بدي اروح جامع لها مين؟ جامع لها صاد، صاد اللي هي 2 سالب 6 2 3 0 8. يلا اجمعهم اشوف ايش بيطلع معنا الجواب النهائي. سالب 2 زائد 2 0، سالب 10 زائد سالب 6 بيطلع سالب 16، سالب 12 زائد 2 بيطلع سالب 10، 0 زائد 3 بيطلع 3، سالب 8 زائد 0 سالب 8، سالب 2 زائد 8 بيطلع 6. هذا هي الجواب النهائي. السؤال الثاني، في احد المحلات التجاريه سجلت مبيعات قسم الملابس في شهر شباط 504 دنانير. الملابس سجلن في الاسبوع الاول قديش؟ 504. الاحذيه 120 دينار. الادوات المنزليه 234 دينار. والالعاب 90 دينار. اذا عندك اقسام انت، ملابس، احذيه، ادوات منزليه، العاب. في الاسبوع الاول كل المبيعات في الاسبوع الاول. الاسبوع الثاني من الشهر نفسه مبيعات على النحو التالي: الملابس، رد كرر، الاحذيه، الادوات المنزليه، الالعاب. رتب المبيعات في مصفوفتين، في المصفوفتين. مصفوفه الف، بدي يعني مصفوفه الف ايش مالها؟ تمثل مبيعات المحل في الاسبوع الاول في الاقسام الاربعه. قديش باع كل قسم في الاسبوع الاول؟ طيب حتى نشوف هذا كله على الاسبوع الاول، كل اسبوع، اذا ما في اسبوع اول اسبوع ثاني، مش مصفوفتين، هي مصفوفه بس فيها ايش؟ فيها راح نعملها كيف، وانا ممكن اعملها ايش؟ اسبوع او يعني اقسام، ممكن اعملها عمود او صف زي ما بدي. لو حطيتك 504 يعني بدي اعملها صف واحد، كويس، 120 هاي اللي هي ايش؟
الملابس، هون الأحذية، هون 234 اللي هي الأدوات المنزلية، والألعاب 90. هاي المصفوفة الأولى. المصفوفة باء بدو ياني أرتب المبيعات والسعودات في الأقسام الأربعة. إذا بنفس الترتيب راح أمشي. الملابس كان 495، قسم الأحذية 124، قسم الأدوات المنزلية 340، وآخر واحدة 155. أنا بترك فراغات بس عشان أميز الأعداد عن بعضها البعض. كويس، هاي خلصنا مصفوفة ألف مصفوفة باء. ثم اكتب مصفوفة جيم تمثل مجموع المبيعات في الأسبوعين. إذا ألف زائد باء. طبعا بقول لي طبعا عملت أنا مش عمود، مش صفيك، عملت عمود كمان صح. إذا راح نجمع هون 504 زائد 495، نروح جامعين بيطلع هون 999. ونفس الشيء هون بتجمع هاي بيطلع لنا 4244، والباقي عليكم سهل جدا. الآن السؤال الثالث: إذا كانت أطوال 3 طلاب في بداية العام الدراسي السابق كالآتي: 150 سنتي، 160 سنتي، 162 سنتي، وفي بداية العام الحالي أطوالهم كما يلي: 161 يعني طوله. كويس، استخدم مصفوفة لإيجاد الفرق بين طول كل منهما. عادي، خلينا نعمل مصفوفة نسميها ألف لأطوالهم في العام الماضي. المرة بدي أعملها إيش؟ عمود. هذا طول الفرد الأول، طول الفرد الثاني، طول الفرد الثالث، وهي مصفوفها من الرتبة 3 في 1. إذا باء لازم تعملها بنفس الطريقة حتى تقدر تجري عليها العمليات الحسابية. تعملها 3 في 1 اللي راح تكون 161 165 168. فبدي يعني إيجاد الفرق، فممكن أقول باء ناقص ألف أساس أنهم زاد أطوالهم عشان يطلعوا بالموجب. يلا 161 ناقص 158 بيطلع 3 سنتي، زاد 3 سنتي. معناته هون من لما نجمع 158 زائد 3 بيطلع 161، هون راح يطلع 5، هون راح يطلع 6. انتهى السؤال. يلا اللي بعده: جد المجاهيل في المعادلة الآتية. يعني بده قيم س وصاد اللي متوفرات هنا. طيب هات نشوف. طبعا احنا حكي لي انه هاي هون في علامة يساوي، انا عيني على علامة اليساوي ترى يا جماعة، هاي يساوي. إذا هذا اللي على اليمين ولا راح أسوي فيها شيء، راح أتركها كما هي. هاي 7 8 س 5 0، وهي مصفوفة مربعة 2 ب2، خليها تساوي. بس هنا في جمع وفي ضرب 2. إذا أول شيء بتمم عملية الضرب، بروح ضارب 2 في المصفوفة هذه، يعني 2 راح تنضرب في كل شيء هون. فإيش راح يصير شكلها؟ يلا نكتب المصفوفة هاي بعد الضرب، خلينا نعملها على جنب ومش عامل أدقش هذيك. أنا قاعد بضرب بهاي، إيش راح يكون شكل المصفوفة بعد الضرب؟ راح يكون شكلها هيك: 6 لأنه 2 في 3، 2 ص، 4 0. إذا هاي خلصناها. هذه المصفوفة بدها تنجمع لمين؟ للمصفوفة هذه اللي هي 1 3 12 0. يلا اجمع لي إياهم واكتب الجواب هون، لأنه أنا بدي ناتج جمع هذول. يلا اجمع 6 زائد 1 7 اللي هي نفس 7 اللي هون. شوف كيف 2 ص زائد 3، تكتبها 2 ص زائد 3 لأنه لا تجمع الحدود لما تكون مختلفة، لا تجمع 2 ص زائد 3. 4 زائد 12 16. كويس، 0 زائد 0 0. طبعا لاحظ أنت هون بالمقارنة 7 هي نفسها 7، إذا أنا مش مهمة كثير عندي، والصفر هي صفر مش مهمة عندي. إذا أنا بهمني 5 تساوي 2 ص زائد 3 تساوي 5. صارت معادلة خطية. يلا نحلها، اطرح 3 من الطرفين نظير الجمع، يعني يصير 2 ص يساوي 2، ومنها ص تساوي 1. هاي أول واحدة خلصناها. نفس الشيء بالمقارنة: 8 س تساوي 16. إذا 8 س تساوي 16، قسم على 8 الطرفين، إذا س تساوي 2. انتهى السؤال. حلينا طبعا كل الأسئلة، هذا بترك لكم إياهم، لأن أصلا إحنا أوريدي حليناهم. يلا.